بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إله الورى سهل على كل من قرأ تصانيف حداد العلامة تعسرا وأصلح له كل شؤون وجل له بعافية كبرى وأحسن له الجراء وجدد له كل في كل حين كرامة وفضلا وعنيشه إذا ما تعثرا وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. قال الشيخ المؤلف القدوة الإرشاد القدوة الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والموازرة عدم الله نفع به عدم الله نفع به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. وعليك بالاحتراز عن النجاسات كلها فإذا أصابك شيء منها مع الرطوبة فبادر بغسله وإذا أصابتك جنابة فبادر بالاغتسال في الحال فإن الجنب مطرود عن حضرة الله ولذلك حرم عليه اللبث في المسجد وتلاوة القرآن. وقد ورد أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه جنب وإذا ذهبت الملائكة جاءت الشياطين من كل ناحية. واحذر أن تأكل أو تنام وأنت جنب فتعرض بذلك لآفات عديدة فإن عجزت عن الاغتسال في الحال فلا تعجز عن غسل الفرج والوضوء. وعليك بتجد يا جماعه بس هذه انت فذهب اسال الله. قال سيدنا الامام حبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه رساله المعاونه الى ان قال وعليك بالاحتراز عن النجاسات كلها. نعم. كما تحترز عن نجاسه القلوب من الكبر والعجب والحسد والرياء والشحنه والبغضاء واجب الاحتراز عنها والطهارة القلب منها. كذلك احترز عن نجاسات الظاهر فإن أصابك شيء منها فبادر بغسل بدنك وثوبك فإن التضمخ بالنجاسات حرام. نعم. فإذا أصابك شيء من ذلك فبادر بغسله. فإذا لبست ثوبا متنجسا مع رطوبة في بدنك فإنك النجاسة تنتشر في البدن. كذلك إذا لبست ثوبا طاهرا وبدنك متنجس مبتل فإن الثوب يتنجس وذلك تضمخ بالنجاسة والتضمخ بالنجاسة حرام. نعم. فبادر. وإذا أصابتك جنابة الجنابة هي تحصل بأحد أمرين، تحصل بإيلاج الحشفة في الفرج وإن لم ينزل من باب أولى إن أنزل، والأمر الثاني خروج المني سواء بجماع أو بنوم أو بفكر أو نظر. خرج المني بوصفه المعروف وهو تدفقه وخروج بلذة وريح طلع أي طلع النخل أو عجين حال كونه رطبا أي عجين البر عجين البر حال كونه رطبا أو ريح بياض البيض إذا كان جافا. عرفنا أنه مني بأحد هذه الأوصاف الثلاثة لا يشترط اجتماعها، إذا وجد واحد فهو مني فيجب حينئذ عليك الغسل. بخلاف المذي فإنه ماء لزج أبيض رقيق يخرج عن ثوران الشهوة حكمه حكم البول يجب غسل ما أصاب منه وتتوضأ. كذلك الودي، الودي ماء ثخين كدر يخرج عند حمل شيء ثقيل هذا حكمه حكم البول كذلك فلا يجب منه الغسل، وإنما الذي يجب منه الغسل خروج المني. فبادر إذا خرج منك بالاغتسال في الحال فإنه
أي الجنوب مطرودا عن حضرة الله كما ورد ذلك، فلهذا يحرم على الجنوب المكث في المسجد، ويحرم عليه تلاوة القرآن بقصد التلاوة. نعم، أما لا بقصد التلاوة بنية التحصن فلا يحرم عليه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نور المبين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلهي أنت مقصودي رضاك مطلبي أعطني محبتك ومعرفتك. Sepertimana perlu kita menjaga diri kita daripada semua najis, semua kotoran, yang mana kita menjauhkan diri kita daripada semua kotoran, kotoran-kotoran hati, daripada riak, ujub, takabur, marah dan sebagainya. Dan wajib kita membersihkan hati kita daripadanya. Begitu juga wajib kita membersihkan najis-najis yang zahir juga. Maka badan kita ataupun badan ataupun pakaian kita yang ada najis, maka haram untuk kita kita bergerak ke mana-mana dengan najis itu, dan wajib kita membersihkannya secepat mungkin. Najis, kalau najis itu kalau basah, maka takut-takut nanti dia akan spread atau sebar ke tempat-tempat yang lain. Jadi oleh itu kena cepat-cepat bersihkan di baju ataupun di badan kita. Dan jikalau seseorang itu ada janabah, ada hadas besar, dan penyebab seseorang itu berada dalam hadas besar ada dua. Yang pertama adalah adalah memasukkan iaitu kemaluan lelaki di dalam rahimnya wanita, walaupun air maninya tidak keluar, maka wajib mandi hadas besar. Apalagi kalau keluar air mani, wajib mandi hadas besar. Yang kedua adalah seseorang keluar air mani sama ada dia bersatu dengan isteri dia, ataupun melalui tidur, ataupun fikir, ataupun melihat sesuatu yang haram, maka apabila keluar air mani wajib dia mani hadas besar. Dan antara ciri-ciri air mani itu iaitu keluarnya dengan berpancutan, dan juga baunya itu kalau basah baunya tepung, dan kalau keringnya itu baunya seperti putihnya telur. Maka oleh itu wajib mandi hadas besar jikalau memenuhi syarat-syarat itu. Dan juga tetapi kalau keluar air mazi ini adalah air yang keluar ketika syahwat tetapi sebut tidak syahwat yang sepenuhnya, maka itu tidak wajib mandi hadas besar, tetapi wajib menyuci tempat yang terkena air mazi itu. Begitu juga air wadi juga, apabila seseorang keluar air wadi iaitu colornya putih dan pekat, apabila dia mengangkat sesuatu yang berat, maka tak wajib untuk dia mandi hadas besar, hanya wajib dia membersihkan tempat yang terkena itu kerana dia diibaratkan najis. Maka wajib mandi jika keluar air mani, dan wajib mandi sebaik-baiknya secepat mungkin, kerana orang yang berada dalam junub itu dia jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang dalam keadaan junub, maka haram baginya untuk duduk di dalam masjid dan juga membaca Al-Quran dengan maksud baca Quran. Tapi jikalau dia membaca ayat-ayat Quran dengan maksud untuk zikir pada Allah atau untuk meminta perlindungan benteng Allah Azza wa Jal, maka dibolehkan walaupun dalam hadas besar. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه جنوب. إذن الجنابة، لهذا المعنى الجنابة في اللغة العربية البعد، لأنها تبعدك عن الخير، فبادر بإزالتها، معنى البعد، وتبعدك عن الخير وجلس الخير والذكر والقرآن، فبادر بإزالة الجنابة. فإذا كانت الملائكة لا تدخل بيت فيه جنوب، إذا ذهبت الملائكة جاءت الشياطين من كل ناحية فتتولى في الشياطين. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا أجلس في مكان لا توجد فيه الملائكة، فما يجلس في مكان إلا وقد حفته الملائكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في وجود الجنوب تبتعد الملائكة، فحرص على الطهارة دائما. نعم، وإذا أجنبت فيكره لك الأكل والشرب والنوم
وأنت جنب، أو تزيل شيء من فضلاتك، تزيل شيء من الشعر أو الظفر أو الدم كحجامة أو فصد، هذا مكروه. فقد ذكر الإمام الغزالي أن من أزال شيء من شعره أو ظفره وهو جنب تطالبه يوم القيامة كل شعرة بجنابتها. نعم، فإنك إذا فعلت ذلك من إزالة شعر أو أكل أو شرب تتعرض لآفات كثيرة، ومنها أنك تبتلى بالنسيان والعياذ بالله. نعم، فإن عجزت عن الاغتسال مثلا فقد دلنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ما يزول الكراهة. ماذا تزول الكراهة؟ إذا أنا بأنام عدنا مغتسل بالوضوء الشرعي. فإن عجزت عن الوضوء الشرعي أيضا فالوضوء اللغوي وهو غسل الفرج والكفين، فبذلك تزول الكراهة إن أردت أن تشرب أو تأكل أو أردت أن تجامع مرة أخرى. فحينئذ إما أن تغتسل أو تتوضأ أو تغسل فرجك وكفيك حتى تزول الكراهة عنك بذلك. Para-para malaikat, mereka tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang yang berada di dalam hadas besar. Maka oleh itu, apa kerana makna junub itu di dalam bahasa Arab adalah al-bu'd. Bu'd itu jauh. Jadi kerana orang itu apabila dalam keadaan hadas besar, dia jauh daripada majlis-majlis yang baik, daripada membaca Quran dan sebagainya. Maka apabila malaikat dah tak masuk dalam rumah seseorang itu yang di mana dia berada dalam hadas besar, maka datanglah syaitan daripada semua daerah. Dan syaitan akan menguasai orang itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan duduk di tempat orang-orang yang mana mereka ada hadas besar. Dan Nabi Muhammad SAW hanya duduk di tempat yang mana ada malaikat. Maka oleh itu disuruh kita mempercepatkan untuk menghilangkan hadas besar dengan melakukan mandi. Dan apabila seseorang berada dalam hadas besar juga, sangat-sangat tidak digalakkan ataupun makruh makan, minum dan tidur dalam keadaan hadas besar. Dan juga makruh juga untuk dia menggunting kuku dia ataupun apa saja daripada rambutnya, dan juga iaitu melakukan bekam. Itu dalam keadaan yang makruh kalau dia berada dalam hadas besar. Dan daripada Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan sesiapa yang menghilangkan rambutnya, kukunya ke apa di pada waktu dia hadas besar, maka anggota tubuhnya itu akan meminta haknya itu nanti di hari kiamat. Dan juga pada masa yang sama, apabila seseorang melakukan perkara-perkara ini ketika dalam hadas besar, dia akan membukakan diri dia, mendedahkan diri dia dengan bermacam-macam musibah. Antaranya dia akan ditimpa penyakit suka banyak lupa. Nah, itu yang antaranya. Kemudian, jikalau seseorang contohnya tidak dapat melakukan mandi hadas besar atas sebab-sebab tertentu, maka dia boleh melakukan dua perkara ini untuk menghilangkan makruh. Yang pertama adalah namakan wudu syar'i. Wudu syar'i itu maknanya kita lakukan istinja, kemudian kita melakukan wudu seperti biasa, ataupun wudu lughawi, iaitu maknanya apa? Maknanya dia membersihkan kemaluan dia, mengistinja kemaluan dia dan membasuh kedua tangannya untuk menghilangkan makruh. Untuk menghilangkan makruh. هناك أغسال مندوبة ندب لنا الشارع أغسال كثيرة كغسل العيدين وغسل الجمعة والغسل ممن غسل الميت. هذه أغسال مندوبة. كذلك الغسل للاجتماع مع أخوانك المسلمين في الجمعات كالحضرات والموالد وغير ذلك، كل اجتماع للمسلمين يسن الغسل له. نعم، حتى تلقى
وتجتمع بإخوانك المسلمين وأنت وأنت على نظافة تامة. نعم. وكذلك يندب تجديد الوضوء، أنت متطهر وقد صليت فحضرت صلاة أخرى وأنت على طهارة، تريد أن تصلي سنة تجديد الوضوء، نور على نور لكل فريضة، وضوء نور على نور. نعم. أما إذا كنت شاك هل أنا أنتقض وضوئي أم لا، فتقوم تتوضأ احتياطا، ألا أنت ما متيقن الطهارة، فتقوم تتوضأ احتياطا هذا الوضوء، إذا تذكرت أنك محدث ما يفيدك هذا وضوء الاحتياط. هذا مثال، أنا شكيت هل انتقض مني، خرج ريح مني أو لا، ها؟ هل انتقض وضوئي أم لا، أقول حسن بأقوم احتياطا بأقوم بأتوضأ، ثم تبين أنني محدث والحمد لله أنا توضأت الحمد لله، ما ينفعك هذا الوضوء. ليش؟ لأنك عند الوضوء عند النية لست متيقنا من الحدث، ومن شروط النية تحقق المقتضي إن بان الحال، أما إذا لم يبن الحال ما يضر. فإذا كنت شاك أحسن تنقض نفسك ثم تتوضأ، لكن إذا كنت متيقن الوضوء الطهارة فإن تجديد الوضوء سنة، نور على نور لكل فريضة، واجتهد دائما أن تكون على طهارة، ما يقربك جني ولا بشيء أبدا، يكون عندك تحصين من الجن من السحر من العين، فكلما حدثت حدثا قم وتوضأ وجدد الوضوء، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن، إذا كان معك السلاح موجود هل بيقرب منك العدو؟ الشيطان ما بيقرب منك العدو، وعدوك أيها الإنسان الشيطان، إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلن يقرب منك العدو أبدا ما دمت متحصنا بما وصفك به النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاجتهد أن تكون دائما على طهارة، فإذا كان إذا كان بعض المشايخ إذا جاء المريد إليه فيشترط عليه لسلوكه أن يكون دائما على وضوء وعلى طهارة. Maka antara perkara yang sunnah juga kita lakukan adalah mandi sunnah. Mandi sunnah itu iaitu contohnya mandi pada hari raya Aidilfitri atau Aidul Adha pada hari Jumaat, dan juga disunatkan seseorang mandi selepas dia memandikan mayat. Itu pun sunnah juga. Ataupun kita apabila nak berkumpul bersama untuk solat jemaah ataupun hadir majlis ilmu, disunatkan kita untuk mandi. Maka itu yang pertama. Yang kedua, disunatkan kita untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Maknanya selepas satu solat fardu, kemudian kita masih ada wudu, tetapi kita nak dah masuk lagi satu solat fardu, disunatkan kita untuk ambil wudu lagi. Maka itu adalah nurun ala nur, cahaya atas cahaya atas cahaya. Tetapi syarat ni adalah saya yakin yang saya ada wudu. Saya yakin saya ada wudu, kemudian masuk satu waktu saya ambil wudu, itu tak jadi masalah. Tapi kalau saya syak, syak tu maknanya 50-50, saya tak pasti saya ada wudu ataupun saya tidak ada wudu, maka saya tak tahu ni saya ada buang angin ataupun tidak, maka kemudian saya pergi ambil wudu. Kemudian saya ambil wudu dalam keadaan saya tak pasti saya ada wudu atau tidak. Kemudian selepas selesai saya ambil wudu, saya teringat, oh ya, tadi saya tak ada wudu, tadi saya tak ada wudu, maka alhamdulillah sekarang saya dah ada wudu. Maka wudu yang tadi tu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat kerana kamu ambil wudu dalam keadaan yang mana apa, kamu tak pasti. Itu maksudnya. Tetapi kalau kamu yakin kamu ada wudu, tetapi kamu tajdidul wudu, memperbaharui wudu kamu tu lagi, maka itu adalah cahaya atas cahaya, nurun ala nur. Kemudian seseorang seharusnya dia selalu menjaga wudu dia. Dia menjaga wudunya supaya tidak ada jin, syaitan ataupun sihir ataupun ain, mata yang jahat dapat menembusinya,
dia tidak akan terkena dengan musibah-musibah ini jikalau dia ada wudu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wudu silahul mukmin. Wudu tu adalah senjatanya mukmin. Jadi selama kamu ada senjata, maka musuh kamu tidak akan dapat mendekatimu. Seperti mana Allah berfirman, iaitu syaitan itu adalah musuhmu yang nyata, maka ambillah dia sebagai musuhmu. Maka oleh itu sesiapa yang menjalani wakan wasiat Nabi SAW, iaitu berada dalam wudu, sentiasa dalam wudu, maka musuh kita tidak akan dapat dekat dengan kita. Sebahagian para masyayikh, mereka mensyaratkan murid-muridnya yang berjalan, yang suluk di jalan tariqah ini, iaitu sebelum bertemu ataupun berkumpul, disyaratkan mereka mesti ada wudu. Ya rajulun ila sayyidi Abul Hasan al-Syadzili, maka ya sayyidi, أريدك أن تعلمني علم الكيمياء. هذا علم الكيمياء، كيمياء القلوب وكيمياء المادة. كيمياء القلوب يأتي الإنسان البعيد عن الله، المقصر في حقوق الله، التارك لفرائض الله، المرتكب لمحارم الله، يأتي بين يدي عارف بالله سبحانه وتعالى، فينظر إليه نظرة فيصيره ولي من أولياء الله، فيندم ويتوب في الحال ويرجع إلى الله ويصير من أولياء الله سبحانه وتعالى. هذه كيمياء القلوب، وهي خاصة بوراث الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كيمياء المادة، وهو علم يتحول فيه الحجر إلى درر الماس. نعم يا شيخ، بغيتك تعلمنا هذا العلم، كيف أحول هذا الحجر إلى الماس، إلى ذهب؟ قال يا خير بنعلمك، جلس عندي هنا عام، جلس عام، بعد سنة بأعلمك هذا العلم. يا خير، بشرط واحد. ما هو الشرط؟ أنك كلما أحدثت تحدث طهارة، لا تبقى بلا طهارة أبدا، لابد على طهارة. وكلما توضأت تصلي ركعتين سنة الوضوء لله تعالى. هل بسيط؟ فلازم ذلك المريد الشيخ أبا الحسن الشاذلي عام كامل، وهو مواظب على الشرط، كلما أحدث جدد طهارة ووضوءا، ثم بعد ذلك صلى ركعتين سبحانه وتعالى، لأنه يريد أن يتعلم هذا العلم. يعني بيحصل الماس، الحجرة هذه بصير ألماس، فيصير يعني تاجر كبير، يعني أوران كايا في لحظة واحدة. نعم، خلصت السنة فقام محدثا في ليلة من الليالي وأراد أن يتطهر، فينزح الماء من البير فيطلع الدلو، بدل الماء طلع ألماس ذهب. إيش هذا؟ بغينا نتوضأ نحن، ايش ذا بالذهب هذا؟ فسكب الذهب، يطلع بغى الماء، يطلع ذهب ملان الدلو. ايش هذا؟ بغى وضوء بنتطهر، يطلع ماء ذهب. يرجع ثاني مره، يطلع الماء بغى ثالثا يطلع ذهب، يرجع راح يقول للشيخ، يا شيخ بغى نتطهر، ما حق، طلع الماء، كل ما نزحت الدلو يطلع الدلو ملان ذهب، وارجعه ويطلع ذهب ثاني مره. فقال سيدي أبا الحسن الشاذلي، أنت تريد تعلم الكيمياء الآن، أنت كلك كيمياء الآن كلك من رأسك إلى أساسك كلك كيمياء. إيش عادك بغيت الكيمياء؟ هذه كيمياء هذه إيش عادك بغيت بها؟ بعد ذلك أخذ عليه العهد وأجازه في الدعوة إلى الله، فذهب إلى بلد من البلاد داعي الله، فاهتدى به ناس كثير. هذه الكيمياء، أن يهتدي بك الناس الكثير.
أما كيمياء الدنيا هذه يدركها البر والفاجر. فإنك ترى اليوم أغنى أغنياء الدنيا من هم؟ من أحباب الله أو من أعداء الله؟ من أعداء الله. فالدنيا يعطيها الله من أحب ومن لم يحب، أما الدين لا يعطيها الله إلا من أحب. فاحرص أن تكون ممن أحب مولاك سبحانه وتعالى. Maka ada sebuah kisah ini, ada seseorang lelaki ini, dia datang kepada Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Beliau nak belajar ilmu kimia. Ilmu kimia ini ada dua. Yang pertama adalah kimianya kulub hati. Kimianya hati ini, kulubnya hati ini, iaitu merubahkan seseorang yang jauh daripada Allah kepada dekat dengan Tuhan semesta alam. Iaitu kimia hati ini adalah seseorang yang datang kepada seorang Syekh Arif Billah dalam keadaan yang tidak baik. Dia tinggalkan yang wajib, dia lakukan yang haram. Kemudian guru dia itu dengan satu kali nazrah saja, melihat dia saja, dia akan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ketika itu pun mereka boleh jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sekali itu apa? Itu ilmu kimia, yang ilmu kimia kulub. Kemudian ilmu kiamadah itu maknanya iaitu ilmu yang mana seseorang belajar itu, yang mana dia boleh ubahkan iaitu batu menjadi emas. Begitu. Maka orang ini dia datang ke Imam Abu Hasan Syadzili, dia nak belajar ilmu kimia yang boleh tukarkan batu tu kepada emas. Maka Imam Syadzili mengatakan, baik, awak nak belajar dengan saya, awak duduk dengan saya satu tahun. Nanti lepas satu tahun saya akan nak belajar awak ilmu itu. Tetapi dengan syarat, ada dua syarat. Yang pertama, setiap kali awak punya wudu batal, ambil wudu balik. Dan setiap kali dah ambil wudu, sembahyang solat sunat dua rakaat. Itu syarat dia. Ini syarat senang ni. Maka dalam masa setahun itu, setiap kali dia batal wudu, dia ambil wudu dan dilakukan solat sunat, solat sunat dua rakaat. Maka selepas satu tahun, maka satu ketika itu wudu dia batal. Wuduk dia batal, dia nak pergi ambil wuduk, maka dia pergi kat perigi. Maka dia tarik itu airnya itu, baldinya itu. Apabila tariknya itu, maka keluar daripada baldinya itu emas. Air tak ada emas. Lepas tu dia kata kat diri dia, aku nak ambil wuduk, aku bukan nak ambil emas ni. Maka dia buang balik itu emas tu dekat dalam perigi itu. Lepas tu dia angkat lagi sampai tiga kali. Ketiga-tiga kali tak keluarnya air, maka keluarnya emas. Maka dia pergi ke Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Maka dia mengisahkan iaitu kepada Imam Syadzili apa yang berlaku. Maka Imam Syadzili mengatakan, sekarang engkau telah menguasai ilmu kimia. Daripada kepala engkau sampai kaki engkau, kau dah menguasai ilmu itu. Iaitu dia dah berubah menjadi seseorang yang arif billah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syadzili memberikan dia baiat, perjanjian. Kemudian dia keluar daripada tempat itu, dia menjadi dai yang besar, menyebarkan agama Islam dan mempunyai iaitu murid dan pengikut yang begitu banyak. Ilmunya sangat-sangat dimanfaatkan kepada ramai orang. Maka itulah yang sebenar-benarnya. Ilmu kimia dunia ini, iaitu orang yang dapat harta yang banyak ataupun emas yang banyak, maka kebanyakannya manusia, kebanyakan kebiasaannya, apabila mendapat harta yang banyak, mereka akan melakukan dengan perkara-perkara yang tidak baik. Maka dunia ini, kata Habib, Allah kasih kepada orang yang Allah suka dan orang yang tak suka. Tetapi agama ini Allah hanya berikan kepada hamba-hambanya yang disukai oleh Allah atau dicintai oleh Allah. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إني سمعت قرأنا عليك في الجنة. بماذا يا بلال؟ قال: ما هناك عمل يا رسول الله، إلا إنني كلما توضأت أحدثت وضوءا صليت ركعتين لله سبحانه وتعالى. ركعتين سنة الوضوء، سنة كلما توضأ.
وهذه تندرج في لو تدخل المسجد تحية المسجد سنة الوضوء تندرج، الضحى وسنة الوضوء تندرج، حتى ولو صلاة الفريضة وصلي فرض الظهر وسنة الوضوء تندرج. نعم كلما، لكن الأفضل أن تصليها ركعتين مستقلة، فلو أدرجتها مع غيرها اندرجت. نعم فحرص دائما على الوضوء، فإن لم تستطع أن تكون دائما على وضوء صعب عليه، هلا خصوصا من عنده آسم لمبون أو مع مرض في المعدة يمكن يعسر عليه أن يبقى دائما على وضوء، صح؟ ها إيش ألا أقل إذا أنت تلوت القرآن أو ذكرت الرحمن، لأنه يصح أن تقول القرآن وأنت على غير طهارة حفظا وتذكر وأنت على غير طهارة، لكن السنة أن تكون على طهارة يكون الأجر أكثر وأعظم. لا حرص عند تلاوة القرآن، عند ذكر الرحمن، عند الصلاة والسلام على حبيب الرحمن أن تكون على طهارة، إذا لم تصح دائما على وضوء. وعند حضور مجالس العلم كذلك، مجالس الذكر بتقرأ الراتب أو غير ذلك تكون على طهارة، إن لم تستطع دائما أن تكون على طهارة وعلى وضوء فلا أقل من أن تكون عند مجالس الذكر ومجالس العلم وأنت على وضوء وعلى طهارة. نعم فإذا اغتسلت أو غسل جنابة أو غيره أو توضأت فحرص على السنن، فإن الغسل الواجب تعميم البدن بالماء مع النية ويترفع الجامعة ويتطهر الصلاة ومثل هذا النية، لكن هناك سنن للغسل والوضوء. أن تنوي الطهارة للصلاة وتغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وتمسح رأسك وتغسل رجليك، هذا الواجب. تتوضأ على هذه الكيفية هذا الواجب، لكن لا تقتصر على الواجب فقط بل تعمل السنن حتى تحوز المنن من الله سبحانه وتعالى، وقد علمنا إياها جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منها السواك لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل غسل عند كل وضوء، والغسل يدخل في الوضوء. وفي رواية لولا أنا شق على أمتي بالسواك عند كل صلاة، فهي سنة واردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما أدري في هذا الزمان كيف تهاون الناس فيها وفيها الأجر العظيم، تهاون الناس في سنة السواك وكأنهم نسوا، خلاص طارح فرشات الأسنان في الحمام، خلاص إذا أصبح الصباح يسوق بفرشات الأسنان مع كل جد وخلاص، وينسى بعد ذلك إلى المساء بعدين، بس هذا هو. لا للعبادة، ما يفعل ذلك للعبادة، لا، يعمل ذلك لهوى نفسه، إنما أنت تثاب على السواك إذا فعلته للعبادة. بعض الناس يستاك عند الصلاة بطرف الذوب هكذا، حتى بعض الأساتذة يفعل هكذا، وبعض الأئمة الجهلة يقول للمصلين استاكوا ولو بأطراف الثياب، لماذا ما تأخر الإقامة خمس دقائق ويقول اذهبوا إلى تلك الأشجار واقطعوا منها أغصانا حتى تستاكوا بها، ولا اتخذوا لكم سيكة دقيقة أو فرشات أسنان في جيبكم. طيب إذا استكت هكذا عند الصلاة قدام الناس لماذا ما تفعل هكذا عند الوضوء؟ بالله حرص لك على السنة يا أستاذ، فتهاون الناس بالسواك لتهاون الأئمة والأساتذة باستخدام السواك، تهاون الناس نسوا سنة النبي محمد، سنة صحيحة واردة عن النبي محمد، من استهزأ بها لكونها سنة عن النبي محمد خرج عن الإسلام، وإن صلى وصام، وإن صلى إيش هذا؟ هذا وصاخ، هذه قذورة، هذه إيش هذا؟ وصخرة، إذا استهزأت بكونها سنة عن سيد الأنام خرجت عن الإسلام، بل
من وصف استقذارا أو مجذرا للنبي محمد ونسبه إليه خرج عن الإسلام وإن صلى وصام، لأنه نبينا محمد نبي النظافة، نبي الجمال، فأنظف الخلق وأجمل الخلق ظاهرا وباطنا، وحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، فحرص على سواك، فما أرخص العود سواك، فإن لم تجد عود الأراك فحرص على عود زيتون أو نخل، وإلا فأي غصن من أي شجرة اقطعه وتسوك به، بل مصلحة لك ومنفعة لك صحية حسية معنوية، تدرك الأجر والثواب من رب البرية الله سبحانه وتعالى، فحرص على السواك وابتعد عن عود التنباك، فإن فيه البلاء الظاهر والباطن، أما عود السواك ففيه النفع الظاهر والباطن، لو لم يكن إلا أنه مرضاة للرحمن لكفى، فكيف وهو مسخطة للشيطان إذا شافك الشيطان، فلهذا ينسيك إياه، تطرح هنا نسيتنا، تطرح هناك تنسيتنا، أن تجعلك أسوك عدة، إذا نسيت في هذا الكميجة فتذكره في الكميجة الثانية، خلاص بتلطم الشيطان من كل جانب، خلاص بيعتمي الشيطان، ما عبا يوسوس لك في ترك السواك أبدا، هذا يؤذي الشيطان، هذا عدو الشيطان، والتنباك حبيب الشيطان صديق الشيطان، تمن إبليس عود التنباك. شفت كيف؟ فحرص على عود السواك، ولو لم يكن إلا فيه أنه مطهر للفم ويذكرك الشهادة عند الموت، تذكر النطق بالشهادة تموت على حسن الخاتمة، فيها حفاظ على هذه السنة، فما استطعت ووجدت استعمل السيكة فرشاة الأسنان، أو تأخذ لك منشفة خشنة في جيبك وتسوك بها، ترى كثير اليوم طلبة علم في معاهد، تدخل معهد فيه 1000 تجد من يستخدم السواك من الطلبة 10، ليش؟ الخلل فين؟ في الأستاذ، الأستاذ هذا متهاون في سنة النبي محمد، ما طلب هؤلاء إلا رعية الأستاذ، إن صلح الأستاذ بيصلحون، وإن فسد الأستاذ بيفسدون، هذا أستاذي أمانة، ليس مجرد تقدمه ورفعه، لا، هذا تكليف عليك، إذا خنت بالعهد كان إثم عليك يا أستاذ مرتين، المريد إذا وقع في هذا المصيبة على إثم واحد، أما أنت يا أستاذ عليك إثم مرتين مضاعف، فهذا وظيفة الأنبياء والمرسلين شريفة فيها الشرف وخطيرة فيها التكليف، فلا بد تتنبه إذا كنت تريد وظيفة الأنبياء والمرسلين، فتنبه لذلك ولا تتهاون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضلا عن فرائض الله سبحانه وتعالى. Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam berkata kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar iaitu suara ataupun gerakan tapak kakimu di dalam syurga. Apakah amalan yang engkau lakukan?" Maka Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak melakukan apa yang banyak, melainkan ada satu amalan yang aku istiqomah melakukannya, iaitu setiap kali aku tidak ada wudu, aku akan ambil wudu dan melakukan solat 2 rakaat." Maka sunat syukur wudu itu adalah satu solat sunat yang sangat-sangat penting. Maka oleh itu solat sunat wudu ini mudah untuk lakukan. Ada tak ada wudu, ambil wudu kemudian sembahyang solat sunat 2 rakaat. Kita boleh combinekan, iaitu contohnya kita masuk masjid, kita boleh combinekan solat tahiyatul masjid dengan syukur wudu.
ataupun solat sunat duha dengan syukur wudu, ataupun Habib kata serta solat fardu dengan syukur wudu, boleh di apa, boleh dikombinkan. Tetapi afdalnya sembahyang dua rakaat solat sunat syukur wudu dengan sendirinya, mustaqil lah dengan sendirinya, supaya dapat apa, lebih banyak pahala lagi. Maka oleh itu seseorang itu semestinya menjaga wuduknya, sentiasa menjaga wuduknya. Tetapi ada orang-orang yang mana disebabkan contohnya susah nak jaga wuduk, contohnya disebabkan apa, sebab-sebab yang tertentu, nak jaga wuduk all the time memang sangat susah. Kalau dia tak dapat lakukan demikian, tapi sekurang-kurangnya dalam majlis ilmu, apabila dia nak berzikir, nak baca Quran, dia ada dalam keadaan wuduk. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi kalau dapat, setiap kali batal, ambil wuduk supaya kita sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seterusnya, apabila seseorang mandi hadas besar ataupun mengambil wuduk, iaitu mandi hadas besar yang wajib adalah air itu mesti mengalir daripada kepala sampai kaki kita. Itu yang wajib. Tetapi jangan tinggalkan sunat-sunat juga dalam mandi hadas besar. Dan juga seperti wuduk yang wajib, niat basuh muka, tangan, kepala, kaki tertib kan, itu yang wajib. Tapi jangan tinggalkan yang sunnah, kerana kamu melakukan yang sunnah dapat pahala yang sangat-sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya, antara sunnahnya adalah menggunakan siwak. Hadis Nabi SAW, iaitu kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk menggunakan siwak pada setiap wudu. Hadis yang lain, pada setiap solat. Jadi penting sekali menggunakan siwak. Minta maaf, zaman hari ini manusia sangat ambil ringan dalam apa, menggunakan siwak. Kebanyakan sekarang orang-orang sembahyang semua tidak ada siwak, sedangkan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu dapat pahala menggunakan siwak dengan syarat apabila kamu gunakan siwak dengan niat ibadat saja. Sekarang kita letak kita punya toothbrush dengan Colgate dekat dalam toilet, kita pakainya waktu bangun tidur, lepas tu dah itu saja, sembahyang, wudu dan sebagainya, dah tak gunakan siwak. Maka itu perkara yang harus kita perbaiki. Kerana ini adalah apa? Ini adalah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah angkat apa? Rasulullah pegang siwak. Jadi seseorang tak boleh mengatakan, oh kalau saya pakai siwak ini nanti ada apa, kotoran lah, ataupun dia tak suka dan sebagainya. Maka Habib mengatakan jangan sekali-sekali kita menghina ataupun memandang rendah dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kerana orang yang memandang rendah, menghina sunnah-sunnah Nabi SAW, takut-takut nanti terkeluar daripada agama Islam. Kita tak boleh main-main dalam perkara ini. Maka agama ini dibina atas kebersihan. Dan siwak ini seperti mana Habib dah mengatakan pada kelas-kelas yang sebelum ini, ambil daripada kayu dinamakan kayu arok ataupun zaitun ataupun nakhla. Tetapi kalau tak ada ini, yang lain-lain pun boleh. Maka oleh itu gunakan siwak supaya kamu akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar, dan manfaatnya sangat banyak. Manfaatnya sangat-sangat banyak yang dah disebutkan, iaitu kalaulah ada satu manfaat ini aja pun dah cukup, kita tak boleh tinggalkan, iaitu manfaatnya mendapat ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Habib pun mengatakan, jauhkan daripada rokok, gunakan siwak, dan jauhkan daripada hisap rokok. Hisap rokok ini mudaratnya sangat-sangat besar. Syaitan ini dia suka mempermainkan manusia dalam lupa menggunakan siwak. Syaitan itu begitu. Nanti kita dah letak kat baju ini, nanti tertinggal ambil baju lain, kemudian kita dah lupa gunakan siwak. Dan Habib ingatkan lagi, jangan pakai siwak dengan apa? Dengan baju kita. Jangan pakai siwak dengan baju kita seperti mana yang diajarkan oleh imam-imam atau sebahagian ustaz. Begitu, itu adalah perkara yang apa? Itu adalah perkara yang tidak benar. Maka oleh itu gunakan siwak dengan cara yang betul. Dan siwak ini manfaatnya besar yang tadi disebutkan, antaranya juga dia ingatkan seseorang yang biasa gunakan siwak, ketika sakaratul maut dia ingatkan kita untuk mengucapkan syahadah. Kalau tak ada siwak, kalau kita ada tisu ataupun kita ada handkerchief, sapu tangan, itu pun mencukupi.
Kerana Habib kata kita masuki ma'had, madrasah dan sebagainya, kita mendapati ramai anak-anak murid sekarang, student-student sekarang dah tinggalkan sunatnya siwak. Sunatnya siwak disebabkan apa? Disebabkan asatizah-asatizah yang sebahagian yang ajarkan murid-murid mereka boleh siwak pakai apa? Pakai baju, maka akhirnya mereka semua tinggalkan apa? Tinggal menggunakan siwak, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang mengajar orang lain, seorang ustaz dan sebagainya, amanahnya tu besar. Bukannya kamu ajar-ajar-ajar kamu jadi orang yang mulia, yang tinggi dan sebagainya. Amanah kamu besar, kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu ajarkan. Kalau kamu melakukan sesuatu kesalahan dan murid kamu salah disebabkan kamu, dosa kamu dua kali ganda. Murid kamu yang belajar tu dapat dosa satu kali, tapi kamu dapat dosa dua kali ganda. Kerana ini tugas para-para nabi. Tugas para-para nabi adalah untuk apa? Membimbing manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu perhatikan, jangan sekali-kali kita mengambil remeh mengenai sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengambil remeh dalam meninggalkan sunnah Nabi SAW, apalagi mengambil remeh dalam meninggalkan apa yang diwajibkan Allah. Fahris ala sunan al-wudu' wa sunan al-ghusl indama tatawadda fa fiha ajr 'azim. Naam. Masah jami' ar-ra's, kull sha'ra laka biha hasana. وقد قال صلى الله عليه وسلم أمتي قرى المحجلين من آثار الوضوء. وهو غسل زائد على الواجب في الوجه، والغسل زائد بالناصية والأذن وصفحة العنق، هذا إطالة القرى. وغسل زائد على الواجب في اليدين والرجلين، وهو إلى نصف العضدين أو إلى الكتف في اليدين، أو إلى نصف الساق أو الركبة في الرجلين. ورتش كثير، مضمضة والاستنشاق لا تنسى، فإن كثير من العلماء قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق، فيكره ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء، خروجا من خلاف من بعض العلماء القائل بوجوبها مسح الرأس، كذلك من يقول بوجوب مسح الجميع كالإمام مالك، كذلك ما يحصل من بعض المتوضئين عندما يتوضأ يطرح يده تحت الحنفية هكذا يؤدي الواجب، لكنه لم يدلك وهو مرار اليد على عضو هكذا سنة، وقال بوجوبها بعض الأئمة كالإمام مالك. فإنك إن لم تأتي بهذا السنن عند بعض العلماء وضوءك غير صحيح، أنت تأتي بعبادة صحيحة عند كل العلماء حتى تكون عبادتك مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، أو يطرح رجله هكذا تحت الحنفية هكذا بس والماء يفسى عليها ولا يحرص على التخليل، فقد ورد من لم يخلل خليل له بالنار. فحرص على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفوز بخير الدنيا وخير الآخرة، فحرص كذلك على الأغسال المسنونة التي ندبها لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى السنن التي وردت في الغسل كذلك من سواك ومضمضة واستنشاق ودلك. فإن لم تزل في بدنك الدلك في ظهرك ما تصل يدك، فتستعين بنحو ليفة أو خرقة أو نحو ذلك حتى تدلك جميع البدن في الغسل كذلك، خروجا من خلاف من قال بوجوب الدلك. فإذا فرغت من الوضوء أو من الغسل وخرجت إلى مكان طاهر ليس في مكان نجس، ترفع يديك تستقبل القبلة وترفع يديك، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء مستقبل القبلة شاغص ببصره إلى الأعلى، أي إلى ما على السماء كل ما على، ويأتي بدعاء التشهد بعد الوضوء. فمن واظب عليه فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل من أيها شاء، وهو عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سبحانه الله أشهد أن لا إله إلا استغفر الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عباد الصالحين. إذا جئت بهذا الدعاء فتحت لك أبواب الجنة الثمانية وقيل لك ادخل من أيها شيء، هكذا ورد عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يجعلنا وإياكم من الحريصين على سنة النبي محمد في جميع الأوقات في جميع الأحوال، نحيي سنة النبي محمد في مساجدنا في بيوتنا في معاهدنا في مصلياتنا في كل أحوالنا،
نحيي سنة المصطفى. وهذا الذي تجر به عين المصطفى محمد، فالله يبارك في المعلمين والمتعلمين ويعمر الأماكن بسنة سيد الأنبياء والمرسلين، لتبقى معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة بجاه النبي محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين. Maka begitu juga kita jaga dan melakukan mengikuti segala perkara-perkara yang sunnah di dalam wudu, dalam mandi hadas besar, dan dalam wudu namun al-muhajjali iaitu umat Nabi SAW akan dibangkitkan di hari kiamat kalau daripada akhtar wudu mereka. Jadi oleh itu dalam kita membasuh wajah kita, kita membasuh lebih daripada apa yang wajib, daripada wajah kita sampai ke telinga kita, dan begitu juga membasuh tangan kita, kita melebihi sampai di bawah bahu kita, dan juga kaki kita sehingga di bawah lutut kita. Dan begitu juga jangan tinggalkan istinsyak, iaitu komor-komor dan mencuci hidung, kerana sebahagian ulama mengatakan wajib. Tetapi dalam Syafi'i sunat. Jadi oleh itu di dalam begini, kalau ambil wudhu, biarlah wudhu kita sah mengikuti semua imam. Itu sebaik-baiknya, mengikuti semua imam. Dan kepala pun iaitu menyapu ke seluruh kepala, dan itu wajib daripada imam Malik, walaupun imam Syafi'i sedikit pun sudah mencukupi. Dan juga pada masa yang sama iaitu menggosok tangan, gosok kaki, bukan hanya mengalirkan air dekat tangan kita dan kaki, itu yang wajib. Tetapi bagusnya kita menggosok supaya kita mendapat pahala daripada sunnah Nabi SAW. Kerana sebagian ulama kata kalau tak gosok maka tak sah, tapi dalam Syafi'i itu adalah sah. Maka perkara-perkara sunnah Rasulullah SAW jangan sekali-kali kita tinggalkan. Begitu juga di dalam mandi hadas besar ataupun mandi sunnah juga, lakukan perkara yang sunnah seperti menggosok badan dan juga menghilangkan segala kotoran-kotoran. Dan kemudian selepas selesai daripada wudu, apabila kita keluar daripada tempat yang bukan najis, maka disunatkan kita mengangkat tangan kita menghadap kepada kiblat, dan kita membaca doa selepas wudu, asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. دعاء ini sesiapa yang baca, yaitu kelebihannya dibukakan dia semua pintu langit bagi dia. Doa dia seperti kau. Dan disebutkan bahawa siapa baca doa ini setiap kali lepas wudu, dia akan dikurniakan Allah untuk memasuki syurga Allah daripada mana pintu yang dia kenal. Begitu besar sekali itu pahalanya membaca doa selepas wudu. Ini adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ambil doa, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam diri kita, keluarga kita, di rumah kita, di setiap ucapan kita, di setiap keadaan kita. Mudah-mudahan Allah memberkati iaitu para-para asatiza kita, para-para iaitu orang-orang yang murid-murid kita yang belajar ilmu, dan mudah-mudahan tempat-tempat pengajian-pengajian semua akan dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Ada soalan nak tanya kepada Habib sebelum kita akhirkan majlis. وإذا في سؤال في الدرس الآتي يكتبون في أوراق جمعنا. Kalau tak ada soalan, besok sebelum kita mulakan kelas apa, kita boleh tulis ke apa, jadi kita boleh letak di depan. Jadi selepas kelas kita boleh jawab soalan-soalan. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد، آمين، وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا عن صلاة نصيبنا الجنة. وزينا اللهم النظر إلى وجهك الكريم، اللهم علمنا ما جهلنا وفقنا العمل بما علمنا.
ووزنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين. واجعل كل نعمة أنعمت بها على مصر وتعازيك فصالح بك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وفقنا لمتابعة الرسول فيما نفعل وننوي ونعتقد ونقول يا الله يا رحمن يا غفور يا شكور، اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وسهل لنا كل مطلوب وابعد عنا كل مشغوب ومرهوب، ووفقنا لكمال الاقتداء والاتباع والمحبة للحبيب المحبوب محمد حبيب علام الغيوب يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير وبالجبس جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، والضالين الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء من البلاء قبل نزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا غوثا يا غوثا يا درك الرياضه اللهم صل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.